بس غير في مدير السجل المحلي بطنجة واحد، وانت اليوم تتشوف هذا الأطفال الأحداث السجناء ترقصوا بهذه الطريقة اللي هي عفوية وبهذه الطريقة تفهمنا اللي هي طبيعية، تتأكد بأن وراء المكان الأصلي ديالهم المكان الطبيعي ديالهم ماشي هو المؤسسة السجنية ولكن الأسرة والدفء الأسري. ولكن للأسف الشديد والحالة تهاته، وبشراكة مع جمعية المجتمع المدني مشكورين، تنديروا اليوم هذا النشاط للهدف الأساسي دياله هو تخفيف من وطأة السجن على هذه الفئة، فئة اللي تستفيد من مجموعة ديال الأنشطة ومجموعة ديال البرامج الثقافية ومجموعة ديال البرامج الترفيهية والرياضية. تنتمنى من الله سبحانه وتعالى يفرج عليهم، ومن اللي يخرجوا إن شاء الله يكونوا عناصر في المجتمع المدني وفي المجتمع تفهمنا إن شاء الله تفهمنا اللي غادي يفيدوه. الله يفرج على الجميع. كيف قلنا بأنه بشراكة مع جمعية المجتمع المدني ومع جمعيات ديال ومع الفئة مع الهيئة الحكومية، ووفق برنامج مسطر من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون، تنديروا واحد البرنامج اللي هو سنوي اللي تتخلوا مجموعة ديال الأنشطة الاجتماعية وثقافية وترفيهية اللي الهدف الأساسي ديالها هو اللي تيروم الترفيه على هذه الفئة وإعادة الإدماج ديالها. ولكن غير المشاكل اللي هي كاينه مشاكل اللي هي بنيويه، كاين مشاكل اللي هي ديال قله العقل والفراغ. الاغلبيه ديال هاد الاطفال الحاجه اللي جايبهم لك غير المؤسسه السجنيه هو الفراغ. لو كان هذاك الوقت التالي ديالهم عامر ما طمنوش بانه غادي يكونوا في المؤسسات السجنيه.